وأسوأ نقد يوجه للإمام كلمة قاسية يعني في الصحافة قيلت وفي بلاطوهات، أنا أقولها لك من باب أنه لا أقول ما لا أريد أن تستعمل، أنا شخصيا لا أريد أن تستعمل، هي أئمة سي سي بي. هو أئمة سي سي بي وأكبر أكبر تغليط للرأي العام. رئيس الجمهورية يخلص من سي سي بي، وزير الدفاع يخلص من سي بي، ورئيس الحكومة يخلص من سي بي، القاضي يخلص من سي بي، الدرك يخلص من سي بي، الإمام لي يخلص سي سي بي. باين ما ما منطق يعني غير معقول. واش معنى سي سي بي؟ ما للدولة المال العام. هذه هو قضية سي سي بي. واش معناه؟ انه عامل الدولة. يا سيدي احنا عملاء لدولتنا. لا احنا عملاء لدولتنا، وانتم عملاء لمن؟ لمن عملاء انتم؟ يعطوكم تاع الشكارة، لا تخلصوا بالدولار. احنا عملاء لدولتنا، حافظ على وحدة امتنا.